السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم بدنا نعمل تخطي لحساب الاي كلاود لجهاز ايفون 6 بلس. ايفون 6 بلس وليس 6S بلس، الطريقة مختلفة كليا. راح نعمله اليوم بأداة EFT، شرحته في الفيديوهات السابقة بأداة حفيدك المجانية اصدار قديم اصدار 3. مش موجود الاصدار 3 في الاصدار الجديد 3.2، ولكن سوف يتم اضافته. لكن الاصدار شغال، بتقدر تنزله لوحده وتشتغل عليه. اذا كان عندك ادوات انلوك تولز او EFT، في فيديو لانلوك تولز وهذا الفيديو راح يكون ل EFT. الجهاز على اخر اصدار 12.5.7. يا ريت اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول شيء بنشغل اداة EFT. طبعا زي ما انتم شايفين الجهاز مسكر اي كلاود على شاشة هلو سكرين. راح اشرح لك اذا كان جهازك GSM واذا كان ميد. عشان اذا كان GSM تشغل في الشبكة بشكل كامل. راح احكي لك كيف الطريقه خلال الشرح. هيك الواجهه فتحت بشكل كامل. قبل ما نبلش عمليه الشغل على الاداء بدنا نتوجه ل ملف راح اترك لك اياه في الوصف، تحميل. بدنا نعمل جيل بريك للجهاز بالاول، لازم نعمل له جيل بريك عشان تنجح العمليه. نفتح الاداء الاصدار الثاني، اخر ملف موجود في فولدر راح تنزله. مباشرة بتفتح معنا الواجهة بالشكل هذا. أول شيء بدنا نعمله بدنا نشيل الصح عن USB DK. هاي الخطوة ضروري إنك تعملها. الجهاز شغال زي ما أنتم شايفين. مباشرة بنعمل نيكست. هنا الأداة مباشرة راح تدخل الجهاز في وضع الريكفري مود. ننتظر لغاية ما تتم العملية ويدخل بوضع الريكفري مود. دخل الجهاز بوضع الريكفري مود. الآن بدنا ندخله بوضع الديفيو مود. كيف ندخله بوضع الديفيو مود؟ مع زر ستارت مباشرة بدك تكون كابس خفض الصوت والباور والهوم، وبعد ما تطفي الشاشة تعد للثلاث 1 2 3 والشاشة مطفية. بعدين بتشيل اصبعك عن خفض الصوت والباور وبتضل ضاغط على زر الهوم بالشكل هذا. خفض الصوت، بجهز الباور، بضغط ستارت وبكبس الباور مع الهوم. بعد 1 2 3 بشيل عن خفض الصوت والباور وبضل ضاغط على زر الهوم لوحده. زي ما شفتوا الجهاز بلش ياخذ جيل بريك. ننتظر لغاية ما تتم العملية. بلشت عملية الجيل بريك. أداة EFT أداة حلوة، يعني فيها كتير انواع اجهزة وبتدعم. يعني اذا كنت فني او عندك محل تحتاجها في الادوات الموجودة عندك. تدعم معالجات الكايرن وعندك الانفينكس والتكنو بشكل كبير. زي ما شفتوا خلص عملية الجيل بريك. نضغط ويت بعدين نروح بنشوف اذا جيل بريك نجح معنا كيف. نضغط على 3U Tools، بنفتح اداة 3U Tools. لازم تكون نازلة على جهازك، بما انك انت منزل الايتونز والهاي لازم تكون هي نازلة على جهازك. زي ما شايفين اعطاني انه يس جيل بريك. هيك الجيل بريك نجح معي 100%. معناته مباشرة بدخل على اداة EFT، بتوجه لقبل، بتوجه لجيل بريك وهلو. وهنا الخيارات المهمة اللي لازم انا انتبه عليها. عندك هون اذا كان جهازك GSM
بيشتغل لغاية إصدار 14.5. يعني إذا كان جي أس أم بدك إياه مع شبكة بتختار الخيار الأول، وإذا كان جي أس أم بدك تشغله بدون شبكة للإصدار 14.8. يعني هنا لغاية إصدار 14.5 بياخد معك شبكة 100%، إذا كان 14.8 ما راح ياخد معك شبكة، وهنا إذا كان ميد لغاية إصدار 14.8 ما راح ياخد معك شبكة. إحنا الجهاز عندنا 12.8 ولكن ميد، فراح أختار هذا الخيار. إذا كان جهازك جي أس أم زي ما حكيت تختار هذا الخيار وبيشتغل معك البطاقة، بيشتغل معك الشبكة بشكل كامل. هلا أنا راح أختار الميد لأنه جهازي ميد. كيف بدك تعرف إنه ميد؟ في عدة طرق، عن طريق الويب سايت تعمل تشيك إمي، أو إذا فتحت على شاشة الهلو في علامة التعجب بالزاوية بتكبس عليها وبتعرف إنه جهازك ميد، بكون مكتوب على أول سطر. الآن بدي أختار آي كلاود ميد نو سيجنال واختار هذا الخيار وبضغط على ستارت. بنتظر لغاية ما يقوم بالعملية. زي ما شفتوا الجهاز طفى وبيعمل دائرة، بلش يعمل في العملية. ياريت إذا ما كنت عامل لايك تعمل لايك، وإذا كنت مش مشترك بالقناة تشترك بالقناة. بتشجعونا ننزل فيديوهات أكثر بتساعدكم في شغلكم. إن شاء الله الشرح يكون وافي. جميع الأجهزة الآيفون من آيفون 6 لغاية آيفون إكس مشبوحة بالقناة بجميع الأدوات. الأدوات المجانية للعناوين روم اف دبليو 007 رام ديسك وأداة حفيدك، هذول الثلاث أدوات مجانية، باقي الأدوات مدفوعة، ولكن في ناس عندها موجودة بتستعملها فبتقدر تستخدم الأداة اللي أنت تعجبك. إذا كنت يعني بدك تفتح جهازك الشخصي بتستخدم أول شيء بلش بالأدوات المجانية تجرب فيها. أي سؤال أي شيء اكتب بالتعليقات، أو في عندك من لمحة مواقع التواصل تقدر تسألني، إن شاء الله إني ما بقصر معك، حاول إني أجاوب الكل الأجوبة المفيدة. زي ما شفتوا أعطى هنا إنه خلص العملية بشكل كامل. أنا بننتظر جهاز لغاية ما يخلص العملية ويفتح. زي ما شفتوا أعطانا EFT دونجل 2022 والجهاز فتح بشكل كامل بدون شاشة البداية، يعني فتح معي بشكل كامل زي ما انتم شايفين بالخطوات السهلة. يعني كليك واحدة بس على EFT وبس عملت له جيل بريك، الخطوات سهلة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نراكم في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.